سفر إشعياء الأصحاح 48. اسمع لي يا يعقوب وإسرائيل الذي دعوته، أنا هو، أنا الأول وأنا الآخر، ويدي أسست الأرض ويميني نشرت السماوات، أنا أدعوهن فيقفن معا. اجتمعوا كلكم واسمعوا، من منهم أخبر بهذه؟ قد أحبه الرب، يصنع مسرته ببابه، ويكون ذراعه على الكلدانيين. أنا تكلمت ودعوته، أتيت به فينجح طريقه. تقدموا إلي، اسمعوا هذا، لم أتكلم من البدء في الخفاء، منذ وجوده أنا هناك. والآن السيد الرب أرسلني وروحه. هكذا يقول الرب فاديك قدوس إسرائيل، أنا الرب إلهك معلمك لتنتفع، وأمشيك في طريق تسلك فيه. ليتك أصغيت لوصاياي، فكان كنهر سلامك، وبرك كلجج البحر، وكان كالرمل نسلك، وذرية أحشائك كأحشائه، لا ينقطع ولا يباد اسمه من أمامي. اخرجوا من بابل، اهربوا من أرض الكلدانيين، بصوت الترنم أخبروا، نادوا بهذا، شيعوه إلى أقصى الأرض، قولوا قد فدى الرب عبده يعقوب، ولم يعطشوا في القفار التي سيرهم فيها. أجرى لهم من الصخر ماء، وشق الصخرة ففاضت المياه. لا سلام، قال الرب للأشرار. الأصحاح 49. اسمعي لي أيتها الجزائر، وأصغوا أيها الأمم من بعيد. الرب من البطن دعاني، من أحشاء أمي ذكر اسمي، وجعل فمي كسيف حاد، في ظل يده خبأني، وجعلني سهما مبريا، في كنانته أخفاني، وقال لي أنت عبدي إسرائيل الذي به أتمجد. أما أنا فقلت عبثا تعبت، باطلا وفارغا أفنيت قدرتي، لكن حقي عند الرب وعملي عند إلهي. والآن قال الرب جابلي من البطن عبدا له، لإرجاع يعقوب إليه، فينضم إليه إسرائيل، فأتمجد في عيني الرب وإلهي يصير قوتي. فقال قليل أن تكون لي عبدا لإقامة أصباط يعقوب ورد محفوظ إسرائيل، فقد جعلتك نورا للأمم لتكون خلاصي إلى أقصى الأرض. هكذا قال الرب فادي إسرائيل قدوسه للمهان النفسي، لمكروه الأمة، لعبد المتسلطين. ينظر ملوك فيقومون، رؤساء فيسجدون، لأجل الرب الذي هو أمين، وقدوس إسرائيل الذي قد اختارك. هكذا قال الرب في وقت القبول استجبتك، وفي يوم الخلاص أعنتك، فأحفظك وأجعلك عهدا للشعب، لإقامة الأرض، لتمليك أملاك البراري، قائلا للأسر اخرجوا، للذين في الظلام اظهروا، على الطرق يرعون، وفي كل الهضاب مرعاهم، لا يجوعون ولا يعطشون، ولا يضربهم حر ولا شمس، لأن الذي يرحمهم يهديهم، وإلى ينابيع المياه يوردهم. وأجعل كل جبالي طريقا، ومناهجي ترتفع. هؤلاء من بعيد يأتون، وهؤلاء من الشمال ومن المغرب، وهؤلاء من أرض سينين. ترنمي أيتها السماوات، وابتهجي أيتها الأرض، لتشد الجبال بالترنم،
لأن الرب قد عز شعبه وعلى بائسيه يترحم. وقالت صهيون: قد تركني الرب وسيدي نسيني، هل تنسى المرأة رضيعها فلا ترحم ابن بطنها؟ حتى هؤلاء ينسينا وأنا لا أنساك. هو ذا على كفي نقشتك، أسوارك أمامي دائما. قد أسرع بنوك هادموك ومخربوك منك يخرجون. ارفعي عينيك حواليك وانظري، كلهم قد اجتمعوا أتوا إليك. حي أنا يقول الرب، إنك تلبسين كلهم كحلي وتتنطقين بهم كعروس. إن خرابك وبراريك وأرض خرابك إنك تكونين الآن ضيقة على السكان ويتباعد مبتلعوك. يقول أيضا في أذنيك بنو ثقلك: ضيق علي المكان والسعي لي لأسكن. فتقولين في قلبك: من ولد لي هؤلاء وأنا ثكلى وعقر منفية ومطرود؟ وهؤلاء من رباهم؟ ها أنا ذا كنت متروكة وحدي، هؤلاء أين كانوا؟ هكذا قال السيد الرب: ها إني أرفع إلى الأمم يدي وإلى الشعوب أقيم رايتي، فيأتون بأولادك في الأحضان وبناتك على الأكتاف يحملن، ويكون الملوك حاضنيك وسيداتهم مرضعاك. بالوجوه إلى الأرض يسجدون لك ويلحسون غبار رجليك، فتعلمين أني أنا الرب الذي لا يخزى منتظروه. هل تسلب من الجبار غنيمة؟ وهل يفلت سبي المنصور؟ فإنه هكذا قال الرب: حتى سبي الجبار يسلب وغنيمة العاتي تفلت، وأنا أخاصم مخاصمك وأخلص أولادك وأطعم ظالميك لحم أنفسهم، ويسكرون بدمهم كما من سلاف، فيعلم كل بشر أني أنا الرب مخلصك وفاديك عزيز يعقوب. الأصحاح 50. هكذا قال الرب: أين كتاب طلاق أمكم التي طلقتها؟ أو من هو من غرمائي الذي بعته إياكم؟ هو ذا من أجل آثامكم قد بعتم، ومن أجل ذنوبكم طلقت أمكم. لماذا جئت وليس إنسان؟ ناديت وليس مجيب. هل قصرت يدي عن الفداء؟ وهل ليس في قدرة للإنقاذ؟ هوذا بزجرتي أنشف البحر، أجعل الأنهار قفرا، يمتن سمكها من عدم الماء ويموت بالعطش. ألبس السماوات ظلاما وأجعل المسح غطاءها. أعطاني السيد الرب لسان المتعلمين لأعرف أن أغيث المعيي بكلمة. يوقظ كل صباح يوقظ لي أذنا لأسمع كالمتعلمين. السيد الرب فتح لي أذنا وأنا لم أعاند، إلى الوراء لم أرتد. بذلت ظهري للضاربين وخدي للناتفين، وجهي لم أستر عن العار والبسط. والسيد الرب يعينني، لذلك لا أخجل. لذلك جعلت وجهي كالصوان وعرفت أني لا أخزى. قريب هو الذي يبررني، من يخاصمني؟ لنتواقف، من هو صاحب دعوى معي ليتقدم إلي؟ هو ذا السيد الرب يعينني، من هو الذي يحكم علي؟ هو ذا كلهم كالثوب يبلون يأكلهم العث. من منكم خائف الرب سامع لصوت عبده؟ من الذي يسلك في الظلمات ولا نور له
فليتكل على اسم الرب ويستند الى الهه. يا هؤلاء جميعكم القادحين نارا المتنطقين بشرار، اسلكوا بنور ناركم وبالشرار الذي اوقدتموه من يدي، صار لكم هذا في الوجع تضطجعون. سفر المزامير، المزمور 69. خلصني يا الله لان المياه قد دخلت الى نفسي، غرقت في حمأة عميقة وليس مقر، دخلت الى اعماق المياه والسيل غمرني، تعبت من صراخي، يبس حلقي، كلت عيناي من انتظار الهي، اكثر من شعر رأسي الذين يبغضونني بلا سبب، اعتز مستهلكي اعدائي ظلما، حينئذ رددت الذي لم اخطفه. يا الله انت عرفت حماقتي وذنوبي عنك لم تخفى، لا يخزى بي منتظروك يا سيد رب الجنود، لا يخجل بي ملتمسوك يا اله اسرائيل، لاني من اجلك احتملت العار، غطى الخجل وجهي، صرت اجنبيا عند اخوتي وغريبا عند بني امي، لان غيرة بيتك اكلتني وتعييرات معيريك وقعت علي، وابكيت بصوم النفس فصار ذلك عارا علي، جعلت لباسي مسحا وصرت لهم مثلا، يتكلم في الجالسون في الباب واغاني شراب المسكر، اما انا فلك صلاتي يا رب في وقت رضا يا الله، بكثرة رحمتك استجب لي بحق خلاصك، نجني من الطين فلا اغرق، نجني من مبغضية ومن اعماق المياه، لا يغمرني سيل المياه ولا يبتلعني العمق ولا تطبق الهاوية علي فاها، استجب لي يا رب لان رحمتك صالحة، ككثرة مراحمك التفت الي، ولا تحجب وجهك عن عبدك، لان لي ضيقا استجب لي سريعا، اقترب الى نفسي فكها، بسبب اعدائي افدني. سفر الامثال، الاصحاح 24. الرجل الحكيم في عز وذو المعرفة متشدد القوة، لانك بالتدابير تعمل حربك والخلاص بكثرة المشيرين. رسالة بولس الرسول الى اهل افسس، الاصحاح 4. فاقول هذا واشهد في الرب ان لا تسلكوا فيما بعد كما يسلك سائر الامم ايضا ببطل ذهنهم، اذ هم مظلموا الفكر ومتجنبون عن حياة الله لسبب الجهل الذي فيهم بسبب غلاظة قلوبهم، الذين اذ هم قد فقدوا الحس اسلموا نفوسهم للدعارة ليعملوا كل نجاسة في الطمع، واما انتم فلم تتعلموا المسيح هكذا، ان كنتم قد سمعتموه وعلمتم فيه كما هو حق في يسوع، ان تخلعوا من جهة التصرف السابق الانسان العتيق الفاسد بحسب شهوات الغرور، وتتجددوا بروح ذهنكم، وتلبسوا الانسان الجديد المخلوق بحسب الله
في البر وقداسة الحق. لذلك اطرحوا عنكم الكذبة وتكلموا بالصدق كل واحد مع قريبه، لأننا بعضنا أعضاء البعض. اغضبوا ولا تخطئوا، لا تغرب الشمس على غيظكم، ولا تعطوا إبليس مكانا. لا يسرق السارق فيما بعده، بل بالحري يتعب عاملا الصالح بيديه، ليكون له أن يعطي من له احتياجه. لا تخرج كلمة رضية من أفواهكم، بل كل ما كان صالحا للبنيان حسب الحاجة، كي يعطي نعمة للسامعين. ولا تحزنوا روح الله القدوس الذي به ختمتم ليوم الفداء، ليرفع من بينكم كل مرارة وسخط وغضب وصياح وتجديف مع كل خبث. وكونوا لطفاء بعضكم نحو بعض، شفوقين متسامحين، كما سامحكم الله أيضا في المسيح.